هذا العدد الأجري التي ظل فيها الممرض مقسم منذ 2006، وهذا حيف كبير بالنسبة للأطر التمريضية. وحنا دابا في النقاشات اللي دازوا مع الوزير أنه كان تعطي وعود بأنه هذه المسألة ستحل، ولكن بصورة اللي هي واضحة وشفافة لا زال هذا الأمر يطول غموض كبير. وحنا دابا حنا تنحتجوا في هذه المسألة هذه باش يعطونا توضيحات شافية لهذا الموضوع هذا، لأنه حنا تقسينا فيه واحد ظرفية زمنية جد طويلة اللي استدوا فيها الإخوان لأطر صحية أخرى اللي استدوا مرارا وتكرارا، ويظل دائما الممرض طي النسيان. هذه المسألة ما تليناش قبلناها، واليوم تنوقفوا تنتفضوا تنقولوا بغينا حقنا، وحقنا اللي هو تنجسدوا وتنحصروا في العدالة الأجرية اللي قيمتها 3000 درهم صافية. وهو كما يعلم الجميع أن بالنسبة للخدمات الصحية اللي تتأدى في جميع التراب الوطني اللي الجسد المهم اللي تيشكلها هو الممرض، لأنه تلقاو مناطق نائية، الممرض هو الذي يكون حاضر في هذيك المناطق ويقوى. وحنا غادي نديروا واحد الاحصاء عادي، غادي ناخذوا الخريطه هذه الخريطه التوقعيه ديال المستوصفات والمراكز وجميع المصالح ديال وزاره الصحه. غالبا تلقوا تغطيه اللي هي 100% هي ديال الممرض، وتنجيو تنزلوا على الاطر الاخرين، وفي بعض المناطق تلقاوها بالله تشكل 0%. وهذا راه هذا مساله بديهيه باش تقول شكون اللي هز هذه المنظومه، راه هو الممرض، ولما نتغافل عن الحقوق ديالو. وفي هذه القضيه في الانتقال اللي تنهضروا عليه ديال لي جي ستي وهذا اصلاح المنظومه الصحيه بالعبور لواحد المنظومه اللي هي جديده وغادي تعطي واحد الحقوق وكذا، راه لا يمكن ان نمر من الى الا بتسويه الوضعيه ديال هذا الاخر. وهنا تنوقفوا تنديروا نقطه، نرجع للسطر، كل ما يقوم حول الجي ستي مرهون بتسوية الوضعية ديال الممرضين. عبر هذه الوقفات وعبر هذا الإضراب حنا كنقدموا رسالة واضحة لوزارة الصحة ولوزارة المالية ولرئاسة الحكومة، مفادها أن الممرضين يطالبون بحقهم في الإصلاح، الممرضين أنهم يطالبون بإنصافهم هذه المرة بعدما تم خذلانهم في الاتفاق ديال 2006 اللي تزادت فيه 100 درهم وحيدة مهينة، وبعد الاتفاق ديال فبراير 2022 اللي ما تزاد فيه والو، تم إقصاء الممرض مقابل فئات أخرى اللي كاينة اللي تزادتهم فئة الأطباء 4000 درهم، فئة الإداريين تم إنصافهم في التعويض عن الخطأ المهني، ولكن الممرض يفاجئ بأنه يخرج خاوي الوفاض. لهذا نريد إنصافا ماديا، نريد تعاطيا إيجابيا مع حقوقنا المادية اللي على رأسها العدالة الأجرية، واللي أكبر مدخل لها هو التعويض عن الخطر المهني. نريد تعويضا عن الخطر المهني يكون تعويض منصف، الإنصاف التعويض عن الخطر المهني إسوة بباقي مقدمي العلاجات العاملين في القطاع. احنا 1400 درهم، فئات أخرى تصل إلى 5900 درهم. بخلاصة هذا حيف، هذا ظلم، الخطر واحد، التعويض واحد. المطلب الثاني واللي هو مادي هو شروط الترقي، نريد انصافا في شروط الترقي او تحسينا لشروط الترقي. فالممرض كباقي اللي معنا في القطاع من غير فئه وحده من مقدمي العلاجات اللي هي كتنجح بكوطه 100% وحنا كنجحوا بكوطه 14%، وكذلك هما 4 سنين اقدميه وحنا 6 سنين اقدميه، وكما كنعرفوا حنا الاولى لاننا حنا الاكثر عرضه للخطر وحنا الاكثر احتكاكا بالمريض. هذا الشيء بشهادة منظمة الصحة العالمية. المطلب الثالث هو التعويض عن الحراسة والإلزامية. كاين الخبطة وكاين مجموعة من الحوايج في تنزيل هذه الصيغة المنصفة اللي كتعوض الممرضين. فحنا نطالب بتدخل الوزارة تدخلا يكون حقيقيا، يكون تدخل فعلا إرادة حقيقية، ماشي واحد كيلوح الكرة لواحد والممرضين باقيين الآن ما خداوش التعويضات ديالهم ديال الحراسة والإلزامية والعمل الليلي. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.